غادي نهز الوريقه. وعليكم السلام خويا، انا سميتي خديجه من مدينه وجده، وانا عندي جوج وليدات معاقين. البنت الكبيره عندها 15 عام، البنت الكبيره عندها 15 عام، والولد الصغير عنده 6 سنين. وانا يا خويا انا دابا كنطالب حقوق هاد الدراري معاقين، الا عندهم شي حق في التمدرس وفي شي حاجه غادي يبان. كنطالب المسؤولين ديال الجهه الشرقيه وجده، كنطالب المسؤولين الا شافوا هاد اللايف هذا غادي يتصل بيا شي واحد ويقول لي الا عندهم شي حق عند هاد الدراري هذا غادي يبان، والا ما عندهمش غادي يبان. غادي يتصل معايا شي واحد يقول لي وليداتك ما عندهمش الحق. ما يضحكوش عليا هاد صحاب الجمعيات هادو، راني سجلتهم هنايا في وجده في 4 د الجمعيات. اي مؤسسه كنمشي عندها، اي مؤسسه كيوريوها لي الناس كنمشي عندها، كيقولوا لي جيبوا فوتوكوبي ديال لا كارت، جيبوا له الشهاده ديال الاعاقه ديال الدراري، جيب لي عقود الازدياد نتاع الدراري، جيب لي هذا، جيب لي هذا. كنقاد المسائل ديالي كنديهم لهم كل شيء، وكيقولوا لي حطي النمره ديال التليفون وروحي، ملي غادي تجي دوز للجنه غادي نتصلوا بك. وملي كنحطوا النمره ديال التليفون حتى شي واحد ما كيتصل بينا. دابا كان ناشد المسؤولين ديال الجهه الشرقيه، الا كان شي حق عند هاد الدراري المعاقين غادي يتصل بيا شي واحد. الله يجازيكم بخير. انا درت، انا راني كنت درت طلب على حساب السيد الوالي المحترم باش ندخل نحكي له هاد القصه نتاع هاد الدراري هادو، ولكني كيشدوني في الباب ما كيخليونيش المسؤولين على برا باش ندخل نشوف السيد الوالي المحترم. دابا كنناشدو السيد الوالي المحترم الا شاف هاد الفيديو ما يبخلش عليا. الله يجازيك بخير السيد الوالي، الله يرحم لك الوالدين. وكنناشد سيدنا الملك محمد السادس الله ينصره ويطول عمره ويشافيه يا ربي العالمين، الا شافني غادي يتصل بيا ويشوف بعين الرحمه في هاد الدراري بجوج معاقين. كنمشي نمركيهم في الجمعيه، راني مركيتهم في شي 4 الجمعيات بلا ما نذكروا السميات ديالهم. الجمعيه الاولى شداتهم دوزات عندها بنت شي 7 شهور، مره كيجيو عندها مره ما كيجيوش، وفي التالي في الاخر في راس العام صافي رماوها كاع، قالوا لك حنا بنتك ما نقريوهاش. ما نعرف ما قالوا لناش علاش. وملي رجعنا عندهم قلنا لهم علاش ما سجلتوهاش لهذا العام، قالوا لنا حنا بنتك ما نقريوهاش. صافي هذا ما كان. والولد الصغير بين الله راهم مسجلينها في الجمعيه وما عمر شي واحد ما جا عنده للدار. لا ماركيتو الولد الصغير، راني ماركيتو يدنا راه مركي في الجمعيه، ولكن ديك الجمعيه ما عمره ما سولات فيه. دابا هذه 15 يوم اللي بداو الدراري يقراو، والترونسبور كيدوز على حدايا، وما عمر الترونسبور ديالو ما وصل عنده باش يديه في الصباح يقرا. ودابا كنناجل المسؤولين ديال الجهه الشرقيه الا شافوا هذا اللايف الله يجازيهم بخير، الا في قلبهم غير شويه ديال الرحمه يشوفوه في هاد الدراري بعين الاعتبار، يحسبوهم وليداتهم. هاد الدراري معاقين مساكين الابريه ما داروا والو، ايوا شويه وصافي اخويا ما كاين والو. الراجل كيخدم الجورني مره نهار كيخدم ونهار ما كيخدمش، ماشي حاجه المدخول زعما مادي ديما ما كايناش. انا ما كنخدمش، ما عندي ما نخدم، واش اللي عنده جوج وليدات معاقين غادي يخدم؟ ما عنده ما بقى له ما يخدم، راني محبوسه معاهم غير في الدار. ايوا هادشي اللي كاين. الله سيدنا محمد السادس الله ينصرو الا شاف هاد اللايف هذا غادي يجود عليا بشي لاكريمه باش تعاوني في المصاريف نتاع وليداتي. الوليدات اعاقه ذهنيه عامقه دائمه، وليدات كيطلبوا المصاريف بزاف، الادويات، الطبيب، ديما شي واحد راه في الطبيب ديما، كل 15 يوم شي واحد راني كنجري به للطبيب ديما، كيستعملوا الدواء، يستعملوا لي كلشي، يستعملوا كلشي. هذا ما كان اخويا. لا عندي 4 الوليدات، هاد الجوج اللي معاقين، جوج وليدات معاقين، البنت الكبيره عندها 15 عام والولد الصغير عنده 6 سنين. خويا انا كنناجل المسؤولين ديال الجهه الشرقيه اللي شاف هاد اللايف هذا الا في قلبه غير شويه ديال الانسانيه ديال تايسلاميت غادي يسول فيا. هذا ما كان. يقولوا لنا واش عندهم شي حق في التمدرس ديالهم غادي يبان، ولا ما عندهمش هاد الجمعيات هادو ما يضحكوش عليا. هو هاد النداء هذا راني كنوجهه للمسؤولين على الجمعيات، على الجمعيات الا راهم كيدعموا راسهم براسهم
ما نسالو لهم والو. الا راه هاد الدوله هي اللي كتدعمهم، هادو راهم ولاد الشعب، ماشي حنا غير دراويش ما فجهدنا والو، ما عندنا لا رشاوي باش نعطيوهم لشي واحد، ما عندنا والو. مشيت للولايه شي 4 المرات ما بغاوش يدخلوني عند السيد الوالي المحترم، قالوا لك حنايا ما الا جينا ندخلوا ولاد الشعب كلشي فين غادي نخرجوا.